وزير الإسكان، تنفيذ 103,000 وحدة سكنية و194 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي و243 كيلومتر طرق خلال 2020. وزارة التربية والتعليم تقرر مدى فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى 31 من ديسمبر 2020. وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ مشروعات تنموية في 8 محافظات عبر 12 جمعية أهلية. الحكومة تنفي إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول تزامناً مع رفع الغياب. الحكومة تنفي الشائعات المنتشرة بشأن رفع أسعار البنزين وتؤكد الأسعار كما هي. وزيرا الشباب والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية. وزارة الداخلية، ضبط 9,072 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات و840 مخالفة للمحال لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. الأرصاد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والصغرى بالقاهرة 11 درجة.